بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 68. لعلهم يتقون، هذا استثناء من قوله تعالى فالآن باشروهن، استثنى المعتكف فحرم عليه مباشرة زوجته في حالة الاعتكاف، فقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف هو لزوم مسجد تقام فيه صلاة الجماعة لأجل التفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، وهو ثابت في القرآن كما في هذه الآية، وثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم لما تبين له أن ليلة القدر أحرى ما تكون في العشر الأواخر نقل اعتكافه إلى العشر الأواخر، وبقي على ذلك إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. واعتكف نساؤه من بعده، اعتكف أصحابه من بعده. فقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، هذا يؤخذ منه أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، فلا يكون الاعتكاف في مصلى، في مكان يتخذ للصلاة وهو ليس بمسجد، ولا يعتكف في مكان خلوة مثل ما يفعله المبتدعة، يخلون في أمكنة ولا يخرجون لصلاة الجماعة مع المسلمين ويزعمون أنهم يخلون مع الله سبحانه وتعالى، هذا بدعة. أول شيء هذا ما هو في مسجد ويفوتون صلاة الجماعة مع المسلمين، وثانيا أن الخلوة التي تقطع عن الجمعة والجماعة خلوة محرمة. قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنه إن رجلا يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة والجماعة، يعني ما يحضر صلاة الجمعة والجماعة مع المسلمين، قال هو في النار، هو في النار. فالخلوة التي تقطع عن المساجد وعن حضور الصلوات الحضور الجمعة خلوة مبتدعة محرمة. فالاعتكاف يكون في المسجد من أجل أن المعتكف يصلي مع المسلمين الصلوات الخمس، ويصلي مع المسلمين صلاة الجمعة. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمراد بالمباشرة هنا الجماع. الجماع حرام على المعتكف بالإجماع، بالنص هذه الآية والإجماع، فلو أنه جامع بطل اعتكافه، لو أنه جامع بطل اعتكافه. أما المباشرة من غير جماع فإن كانت بشهوة إنها لا تجوز، لأنها وسيلة إلى الجماع. فإذا كانت المباشرة اللمس والتقبيل وما أشبه ذلك للزوجة بشهوة فإنها لا تجوز للمعتكف لا في الليل ولا في النهار، صائما كان أو غير صائم. أما المباشرة التي بدون شهوة فلا مانع منها، وكانت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد ويخرج رأسه إلى عائشة وهي في حجرتها، لأن حجرة عائشة بجوار المسجد، فكان يخرج رأسه الشريف لعائشة وترجله وتصلح شعره، وهذا فيه أن المرأة تلمس الرجل المعتكف، لكنه من غير شهوة، ما دام من غير شهوة لا بأس. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ثم قال جل وعلا
تلك حدود الله، حدود الله أي الممنوعات المحرمات تسمى حدود الله، لأن الله منع منها، والحد هو المنع، فالمحرمات حدود الله لأن الله منع منها وقال لا تقربوها. ومنها الجماع للمعتكف، هو حرام وهو من حدود الله، لا يجوز للمعتكف أن ينتهك حدود الله عز وجل ولا غير المعتكف، فالمحرمات هي حدود الله. وكذلك المباحات، المباحات سميها الله حدودا أيضا، لكنه في المحرمات يقول لا تقربوها، وفي المباحات يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالمباحات لا تعتدى، يعني لا تتجاوز المباحات إلى المحرمات، وأما المحرمات فلا تقربها، بمعنى أنك تترك الوسائل التي تؤدي إليها، تترك الوسائل التي تؤدي إليها لأن لها حمى، لا تقرب الحمى. قال صلى الله عليه وسلم وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، ولهذا قال لا تقربوها، لا تعملوا الوسائل التي تؤدي إليها. وقال جل وعلا ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، بل قال لا تقربوا الزنا، لأن هذا أبلغ، فقوله لا تقربوا الزنا فيه نهي عن الزنا وعن الوسائل المؤدية إليه. والوسائل المؤدية إلى الزنا مثل النظر الحرام والسماع الحرام والاختلاط بين الرجال والنساء وسفور النساء، عدم التستر والحجاب، وسفر المرأة بدون محرم، وخلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له، هذه كلها وسائل حرمها الله سبحانه وتعالى لأنها تؤدي إلى الزنا. فالله إذا حرم شيئا حرم الوسائل التي تؤدي إليه. تلك حدود الله أي محرماته فلا تقربوها، لا تسلكوا الطريق الذي يوصل إليها. ثم قال جل وعلا كذلك يبين الله آياته، أي مثل هذا البيان الذي في هذه الآية، حيث بين لكم ما يحل لكم وما يحرم عليكم في ليلة الصيام وفي نهار الصيام وفي حالة الاعتكاف. الله بين هذا في هذه الآية وفصله لكم وعرفتموه من بيانه سبحانه وتعالى. كذلك يبين لكم الآيات الأخرى، القرآن كله بيان، كله بيان للأحكام الشرعية، بين الله فيه لعباده الأحكام الشرعية ووضحها لهم، أتم توضيح. فكما بين الله في هذه الآية هذه الأحكام العظيمة، كذلك يبين الله في الآيات الأخرى أحكامه الشرعية تفضلا منه سبحانه وتعالى على عباده، ألم يتركهم إلى عقولهم أو إلى اجتهاداتهم أو إلى تقليد فلان وعلان، بل إنه جل وعلا هو الذي بين لهم، بين لهم ما ينفعهم وبين لهم ما يضرهم، وفصل لهم الأحكام حتى لم يبق فيها لبس، لم يبق فيها لبس ولله الحمد. ولكن لا يعرف هذا البيان إلا أهل العلم، ما يعرف البيان الذي في القرآن والتفصيل الذي في القرآن لا يعرفه إلا أهل العلم، أما العوام فلا يعرفون هذا.
يعرفونه مجمل، يعرفونه مجملا لكن لا يعرفونه مفصلا، ولا يعرفون ضوابطه، ويعرفون شروطه وحدوده، هذا إنما يعرفه العلماء. كذلك يبين الله آياته للناس، يبين آياته للناس جميعا، ما بين آياته لبعض الناس دون بعض، أو خص بعض الناس بأحكام دون بعض، بل إنه بين لعباده كلهم. من أراد البيان وأراد معرفة الأحكام فإنه يجد ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أقام الحجة على عباده، على الناس جميعا، المؤمنين والكفار. الله بين للناس جميعا، المسلمين والكفار، بين لهم في هذا القرآن طريق الحق والصواب وطريق الضلال والغي، حتى أن الإنسان يكون على بصيرة ولا يكون له حجة على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأن الله بين له هذا القرآن العظيم. لكن القرآن يحتاج إلى تأمل وإلى تدبر وإلى دراسة وإلى عناية، يحتاج إلى هذا. كذلك يبين الله آياته للناس، ما قال يبين آياته للمؤمنين فقط، بل قال للناس، المسلمين والكفار. المسلمون لأجل أن ينتفعوا بها ويعملوا بها، والكفار من أجل أن تقوم عليهم الحجة، حتى لا يقولوا يوم القيامة: يا ربنا ما علمنا، ما عرفنا، ما جاءنا بشير، ما جاءنا نذير، ما نزل علينا قرآن. ما لهم حجة، الحجة قامت بهذا القرآن: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. القرآن حجة على جميع الناس. قال تعالى وأنزل علي، قال تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يقول: وأنزل علي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. فقال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا عملت به، وحجة عليك إذا لم تعمل به. الحجة قائمة على كل حال، على المؤمنين والكفار، ولكن المؤمنين انتفعوا به وعملوا به، وأما الكفار فأعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه، فكان حجة عليهم يوم القيامة، ما لهم عذر عند الله سبحانه: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. يوم القيامة يعاتبهم الله ويقول: ألم تكن آياتي، القرآن يعني، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. يعاتبهم الله جل وعلا وهم في النار، لأنه أقام عليهم الحجة، لكنهم هم الذين أعرضوا عنها ولم يقبلوها، فكانت الخسارة عليهم، هم الذين ضيعوا أنفسهم والعياذ بالله. يبين آياته للناس لأجل أي شيء؟ لعلهم يتقون، لعل حرف ترجي توقع، لعلهم يتقون غضب الله وعقاب الله، يتقون الحرام، يتقون ما يضرهم، يتخذون وقاية تقيهم من غضب الله وعقابه، تقيهم من النار. فالذي يريد الوقاية من غضب الله والوقاية من النار ومن العذاب عليه أن يعمل بهذا القرآن وبهذه الآيات التي بينها الله سبحانه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فليس بعد
نزول القرآن وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم حجة لأحد. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن الكريم قامت الحجة على الناس، لم يبقى لأحد حجة يوم القيامة. فإن كان لم يفهم القرآن ولم، هذا لأنه لم يعبأ به ولم يلتفت إليه، فهو المقصر، هو الذي ضيع نفسه ويقول أنا ما أفهم القرآن. تفهم القرآن بدون تعلم وبدون دراسة وبدون سؤال، أنت فاهم من القرآن إلا بوسائل الفهم، وهي ميسرة لك، ميسرة لك إذا طلبتها. ذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. دل هذا على أن العمل بالقرآن أنه سبب للتقوى، يتقي الإنسان ما حرم الله ويبتعد عنه، ويتقي غضب الله وسخط الله، ويتقي العذاب والنار يوم القيامة. يتقي كل هذه المحاذير بالعمل بهذا القرآن العظيم وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا طريق النجاة، وهذا طريق الفقه في دين الله، طريق العلم. يقول ابن القيم رحمه الله: تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، العلم تحت تدبر القرآن. إذا أردت العلم تدبر القرآن، وما وجدت بيانه في القرآن فذاك، وما لم تجد بيانه في القرآن تجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وكل الله إليه البيان. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن له بيان، بيان من نفسه بعضه يفسر بعضا، وبيان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة تفسر القرآن، توضحه وتدل عليه وتبينه، فليس لأحد عذر. تعذر بالجهل، العذر بالجهل يكون لمن لا يجد، لمن لم يسمع القرآن ولا يجد من يعلمه. أما من يسمع القرآن ويجد من يعلمه فهذا ليس له عذر، هذا هو المقصر، هو الذي لم يعبأ بالقرآن ولم يلتفت إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا يقول: متى يكون سب الصحابة كفرا؟ إذا كان يسبهم لما يحملونه من دين الله عز وجل، يسبهم لصحبتهم للرسول ولما تحملوه من العلم وبلغوه، هذا كفر بالله عز وجل. نعم. والغالب أن الذين يسبون الصحابة من هذا الباب، يسبونهم لأنهم صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاروا واسطة بينه وبين الأمة في تبليغ الشريعة، هم الذين حملوها وبلغوها إلينا. نحن ما عاصرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شاهدنا الرسول، لكن الصحابة بلغونا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن السنة، فجزاهم الله خير الجزاء. الصحابة هم الذين جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أظهر الله هذا الدين، وجاهدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نشروا هذا الدين. فلا يبغضهم إلا منافق، ما يبغض الصحابة إلا منافق الذي في قلبه إيمان يحب الصحابة ولا يبغضه. يا أخوان، كررتم السؤال عن الرشوة، ما يجوز دفع الرشوة في حال من الأحوال؟ ما يجوز دفع الرشوة، كيف تدفع الرشوة والرسول يلعن الراشي والمرتشي؟ ما يجوز دفع الرشوة، دور طريق غير دفع الرشوة. نعم.
هذا يقول رجل جامع زوجته في نهار رمضان متعمدا فأفسد صومه، لكن لم يبالي بذلك، ثم بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل. هذا هو الواجب، أنه يتوب إلى الله عز وجل، لأن هذه جريمة عظيمة، انتهاك الشهر والصيام والجماع وهو صائم، هذا منكر عظيم، معصية عظيمة غليظة، لكن من تاب تاب الله عليه، ويجب عليه مع التوبة أن يقضي اليوم الذي جامع فيه، وتجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا على الترتيب، ما هي على التخيير، على الترتيب، ما ينتقل لواحدة إلا بعد أن يعجز عن التي قبلها. نعم. هذا يشكو أن والده وإخوانه يسبون الله ويسبون الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يصلون، أو يصلون ولكن يسبون الله ويسبون الدين. مسبة الله ومسبة الدين ردة عن الإسلام، فعليك أن تنبههم أن هذا ردة، وأن هذا يخرجهم عن الإسلام، وإنهم إن ماتوا على هذا فهم من أهل النار، إن ماتوا على ذلك أو من أهل النار. ذكرهم وخوفهم بالله لعلهم يتوبون ويرجعون إلى الله عز وجل. هذا يسأل عن بلوغ الحجة وفهم الحجة. من بلغته الحجة، بلغه القرآن وهو عربي يفهم اللغة العربية، قامت عليه الحجة، لأنه بلسانه القرآن بلسانه وهو يعرف اللغة العربية. أما الأعجمي اللي ما يفهم اللغة العربية، هذا لا بد يفسر له القرآن، لا بد يترجم معنى القرآن، يترجم له معنى القرآن، فإذا ترجم له قامت عليه الحجة. هذا يسأل عن المرأة، هل يجوز لها أن تأخذ الحبوب التي تمنع نزول الدورة، نزول الدم الدورة، من أجل أن تصوم أو من أجل أن تعتمر أو ما أشبه ذلك؟ لا بأس، إذا كان ما يضر عليها صحيا، مشورة الطبيب أن هالحبوب تمنع نزول الدم ولا تضر عليها، ليس لها آثار سلبية، فلا مانع. أما إن كانت تضرها فلا يجوز هذا. ألا يسأل أيضا، يقول نرجو نصيحة للنساء لأنهن يزاحمن الرجال، يزاحمن الرجال، هذا حرام المزاحمة إلا عند الضرورة، إذا كانت من غير قصد، الطريق ضيق وإلا من غير قصد ما يؤاخذ على هذا، لكن يتجنب الزحام مهما أمكن، وإذا لم يمكن فهو معذور، لكن عليه بغض البصر وعليه بالحذر من الفتنة، فإذا حصل زحمة بدون قصد فإنه لا حرج في ذلك، لأن هذا ما هو باختياره. نعم. أما أنه يروح للزحام ويقصد الزحام، أو المرأة تقصد الزحام، هذا لا يجوز، لأنه سبب للفتنة والعياذ بالله. هذا يقول أنه معتكف في المسجد الحرام، ويود أنه يخرج في آخر الشهر يصلي العيد مع أهله، ما في بأس أنك تخرج في آخر الشهر قبل تمام الشهر، الوقت اللي يمكنك تصل إلى بلدك وتصلي معهم العيد، لا بأس. نعم. هذا يقول قريبي أخذ قرض ربوي وحفر به بير. يا أخي لا تسأل عن فعل غيرك، اسأل عن فعلك أنت، أما فعل غيرك عليك منه، هو اللي يسأل ما هو بنت. نعم. هذا يقول السلام على الموتى يصل إليهم، أنت ما عليك، أنت سلم كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إنك إذا زرت القبور أو زرت الأموات سلم عليهم، تعمل ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، أما يصلهم وما يصلهم الله أعلم بهذا، أن تفعل الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تسأل عن أحوال الأموات، هم يسمعون أو ما يسمعون. نعم. كيفية الإطعام، إطعام المساكين عن الكفارة، عن الكفارة، إطعام المساكين عن الكفارة، تعطي كل واحد 1.5 كيلو من الطعام، سواء جمعتها كلها ودفعتها لمساكين
أو فرقتها على الأيام ما في مانع، حسب قدرتك وإمكانيتك. إن كان تقدر تجمعها وتدفعها للفقراء أو أهل بيت محتاجين هذا أهون عليك، أسهل عليك. وإن كان ما تقدر إلا شيئا فشيئا فأنت تفعل ما تستطيع، المهم أنك تستكمل الكفارة، تستكمل عدد المساكين، هذا هو المهم، سواء دفعة واحدة أو على دفعات. يقول هناك من المشايخ من يقول إنها المكة ميقاتهم ذو الحليفة، ما هنا مشايخ يقولون كذا أبدا، هذول جهال، اللي يقول كذا جاهل، ما هو من المشايخ. أهل مكة إن كانوا يريدون الحج ميقاتهم مكة، يحرمون بالحج من مكة من بيوتهم، وإن كانوا يريدون عمرة ميقاتهم الحل، تنعيم أو الجعرانة أو خارج الأميال، هذا ميقات العمرة بالنسبة لها المكة، أما الحج يحرمون من منازلهم. نعم. هذا يسأل عن الحكم على شخص معين بأنه من أهل النار. لا، ما نحكم على شخص معين بأنه من أهل النار إلا من حكم عليه الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من لم يرد اسمه أو حكمه من الرسول أو في القرآن أنه من أهل النار فنحن لا نحكم عليه، لأن ما ندري ما تكون خاتمته، قد يختم له بالإسلام، قد يختم له بالتوبة يكون من أهل الجنة. لكن نقول من فعل كذا فهو كافر، من فعل ناقضا من نواقض الإسلام فهو كافر، ولا نقول إنه ونقول إنه إن مات عليه، إن مات على الكفر فهو من أهل النار بهذا القيد، إن مات على الكفر أو على هذا الناقض من نواقض الإسلام فهو من أهل النار، لا بد من القيد، ما نقول من أهل النار مطلقة، لأن ما ندري ما يختم له. نعم. يسأل عن أهل الفترة، أهل الفترة الذين قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، على فترة من الرسل، فالفترة هي ما بين عيسى عليه السلام وبين محمد، هذه الفترة. نعم. يسأل يقول معتكف انكسرت نظارته وهو ما يستطيع القراءة إلا بنظارة، يخرج يصلح نظارة ما في مانع، لأن هذا حاجة، لأن خروجه هذا للحاجة ما في بس، يخرج بقدر الحاجة ويرجع. نعم. وإن وجد أحد يرسلها معه يصلحها بدون حضوره يرسلها، أما إن ما وجد أحد يخرج هو. نعم. هذا يسأل يقول إذا مات أحد المسلمين في فرنسا أو في بلد كافر هل يدفن فيها؟ نقول يدفن مع مقابر المسلمين، إذا كانت بلاد الكفار فيها مقبرة للمسلمين يدفن فيها، وإن لم يكن فيها مقبرة للمسلمين وأمكن نقله إلى بلاد الإسلام ينقل، وإلا يدفن في مكان منفرد، في مكان منفرد ما يدفن مع الكفار. نعم. ما يحتاج بيان، يقول بيّن لنا استبدال الشريعة بالقوانين، هذا واضح أن الشريعة تنحى ويجعل مكانها القوانين يحكم بها بين الناس بدل الشريعة، هذا الاستبدال. نعم. يا أخي هذا يقول ما علم من الدين بالضرورة، ما علم من الدين بالضرورة هل تقوم الحجة على من خالفه؟ نعم، ما علم من الدين بالضرورة مثل وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب التوحيد، وتحريم الشرك، تحريم الزنا، تحريم الربا، هذه معلومة من الدين بالضرورة واضحة، يعرفها العام والمتعلم. حرمت عليكم الميتة ولا تقربوا الزنا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هذه أمور واضحة تقوم الحجة بمجرد ما يسمع الآيات تقوم عليه الحجة. يسأل هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي التراويح والتهجد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كانت إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة، أحيا ليلة بأي شيء يحييه؟ بالصلاة، بالصلاة، صلي معظم الليل أو كل الليل يصلي عليه الصلاة والسلام.
فكان يخص العشر، كان في العشرين الأول يصلي وينام، فإذا دخلت العشر الأواخر لم يذق غمضا، كان يصلي يشد مؤزره يوقظ أهله ويصلي صلاة طويلة كثيرة، ما هم مثلنا يروح ينام ويروح يأكل ويضحك. كان صلى الله عليه وسلم يتفرغ في العشر الأواخر لدراسة القرآن والتهجد، ويعتكف عليه الصلاة والسلام في المسجد، يعتكف ما يخرج لأجل يتفرغ للعبادة. لكن لما غلب علينا الكسل صار باب إن الجدال، هذه بدعة، التراويح بدعة، التهجد آخر الليل بدعة، هذا كلام اللي الكسالى اللي ما هم صلين ويبدعون الناس ويكسلون الناس عن الصلاة. نعم، هذا يقول إن رجل معتمر ولما فرغ من السعي وجد رجلا معه مقص، فقص له شعره، قص له شعره، وعند رجوعه إلى الفندق قال له بعض الإخوة هذا لا تجوز. كيف لا تجوز؟ ما دام أنه قص شعره حصل المقصود، ما دام أنه قص شعره أمر الرجل اللي معه المقص وقص شعره بإذنه ناوي التحلل من العمرة هذا يكفي، لكن ما يقص بعض الرأس، يترك يعمم الرأس بالقص، فإذا كان ما استكمله يكمله، يعيد ملابس الإحرام ويكمل رأسه. نعم، لا هذا يسأل عن الذهاب إلى السحرة، لا يجوز الذهاب إلى السحرة، السحر كفر والساحر كافر، ولا يجوز الذهاب إليه ولا تصديقه. قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا، والكاهن يشمل الساحر والشاحر، الساحر أشد أيضا، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الذهاب إلى السحرة وسؤالهم والعلاج عندهم، لأنهم كفرة، لأنهم كفرة والعياذ بالله. نعم، مسألة الميراث، الإنسان كافر أسلم هل يرث من والديه؟ لا، ما يرث من والديه، المسلم لا يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم، هذا في الصحيح، في الحديث الصحيح، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، لا توارث بين المسلمين والكفار. نعم، هذا يقول هل يجوز أن أطوف تطوعا والإمام يصلي التراويح؟ لا بأس، لا بأس أنك تطوف والناس يصلون التراويح، لأن كله التراويح سنة والطواف سنة، لا مانع، ولكن كونك تصلي مع الناس التراويح ثم تطوف بعد ذلك أحسن لك، تجمع بين العبادتين، تجمع بين العبادتين أحسن لك، أما الجواز هو جائز. هذا يقول إنه يعمل في شركة بترول وفي الصحراء، شركة في الصحراء، فهل يقصر الصلاة؟ نقول إذا كانت الشركة بعيدة عن البلد 80 كيلو فأكثر، وإقامتك في العمل أقل من 4 أيام يجوز لك القصر لأنك مسافر، أما إذا قمت أكثر من 4 أيام في مكان العمل يلزمك إتمام الصلاة ولا يجوز لك القصر. يقول مسألة الخاطب للمرأة، هل يجوز لها أن تكشف وجهها له ينظر إليها؟ نعم، لا بأس، الخاطب ينظر إلى مخطوبته لأجل يشوف هل هي تصلح لها وما تصلح، هذا رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى وجهها وكفيها بحضرة وليها، لا يكون في خلوة، يكون بحضرة وليها وينظر إلى وجهها وكفيها، لا بأس بذلك. نعم، هذا يسأل عن المعتكف إذا خرج إلى بيته هل يجوز له أنه يمس زوجته؟ ما يجوز، إذا كان لشهوة ما يجوز، لمسها بشهوة ما يجوز، حرام، أما لمسها بدون شهوة فلا مانع من ذلك. نعم، ترى مسألة التكفير ومسألة الحكم بالردة هذه تحتاج إلى تعلم، ما تصلح للعوام يشتغلون بها أو المبتدئين أنهم يشتغلون بهالأمور ويكفرون الناس بدون علم، ما يصلح أن العامي والمبتدئ في طلب العلم يشتغل في مسائل الردة ومسائل التكفير، هذه من شأن العلماء
من شأن العلماء الثقات، وأنتم عليكم تتعلمون الآن ولا تشتغلوا في المسائل الصعبة والمسائل المهمة، لا تشتغلون بها. نعم نعم، ها هو السؤال عن هذا، يسأل عن قراءة القرآن في الطواف. طيب، في الطواف تدعو أو تقرأ القرآن أو تشتغل بالذكر والتسبيح والتهليل والتكبير، هذا يعني كله سواء إن شاء الله، كله ذكر، سواء تتلو القرآن أو تدعو بكل الطواف، تشتغل بالدعاء أو تشتغل بالتسبيح والتهليل والتكبير، كله سواء، كله ذكر لله سبحانه وتعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.